جدي أكله في كل مكان، يمكن يحتاج أحد يأكله مثل يوم كنت صغير. الكبار دائما يعرفون الصح من الغلط، لكن جدي دائما يعيد نفس الغلط، وأمي كل مرة تزعل عليه. جدي ما عاد مثل الأول، دائما يآذي نفسه، يحتاج أمي تشيل عنه الأشياء اللي تأذيه. مرض الزهايمر، تخيل نفسك تنسى كل ذكرياتك الحلوة والمرة، تخيل نفسك تنسى أنت منو، تنسى أبنائك، تنسى أخوك، تنسى أمك. تخيل نفسك تقعد الصبح تلقى نفسك ببيت تعتقد هذا مو بيتك، تجي تباوع بالمراية شوف شخص تفز قول منو هذا. هاي ببساطة معاناة مرضى الزهايمر، اللي معاناتهم تمتد مو بس إلهم للمريض نفسه، بس وإنما يأثرون على العائلة كلها. لأن مريض الزهايمر مثل ما كنت أريد أشوفه بالفيديو يأثر على عائلته. مثلا مريض الزهايمر من يريد يقعد ينسى شنو العضلات اللي لازم يحركها حتى يقعد، فبدل ما يقعد ينقلب على وجهه، ينسى أبسط العمليات اليومية شلون يأكل، ينسى من يأكل لازم مثلا ما يوقع التمن، يقوم يبدد التمن دائرة مدائرة. هاي المعاناة اللي يعيشوها عوائل مرضى المصابين بالزهايمر. الزهايمر بالعراق مهمل، يعني ما أعرف كم واحد منكم يعرف، مثلا بال 2017 كانت إحصائية لمنظمة الصحة العالمية تقول 3500 شخص ماتوا بالعراق بمرض الزهايمر، بمعدل من كل 50 حالة وفاة بالعراق كانت تصير كانك واحد يموت بمرض الزهايمر. زين، احنا دائما الفكرة النمطية عن الزهايمر انه هو فقط نسيان الذاكرة، بس بالحقيقة الموضوع اعقد من هذا. مريض الزهايمر يكون مزاجي جدا، ودائما تكون عنده ردات فعل عنيفة بسبب الحالة اللي يعيشها وبسبب الحالة الغريبة اللي يعيشها، يكون عنده انسحاب من الحياة الاجتماعية، يبدي ينسحب بعد ما يريد يحتك بالناس بالآخرين بسبب المشاعر الغريبة اللي هو عنده، إحساسه بالمكان ينفقد ما يعرف هو وين، بالبيت بالشارع، إحساسه بالوقت هم ينفقد بعد ما يعرف هو دنيا الصبح لو دنيا الليل، لازم ينام هسه، لازم يتغدى، كل هذا يفقده. فالمعاناة تعقد مو بس من النسيان، أكو مسائل أكثر تأثر عليه وعلى عائلته مثل ما قلنا. زين، هسه أنت تسألني هو شنو مرض الزهايمر وليش جاي يصير، شنو أسبابه؟ ببساطة مرض الزهايمر فد مرض يهاجم الدماغ البشري. شوفون هاي الصورة اللي قدامكم هنا بالأعلى، هذا دماغ بشري سليم، قارنوها ويا صورة هذا الدماغ لمريض مصاب بالزهايمر. الشغلة اللي نشوفها إنه الحجم بدأ يصغر بسبب إنه أكو تلف بالمناطق المسؤولة عن الذاكرة، فحجمه يصغر ويبدي يستوعب جزء أصغر من الجمجمة مقارنة بالدماغ للإنسان السليم. لو ناخذ مقطع عرضي للدماغ من الاعلى حتى تصير الصوره واضحه لكم اكثر، تشوفون هنا بهاي المناطق اللي عليها الدوائر الصفراء، هاي المناطق المسؤوله عن الذاكره بالدماغ، قارنوها ويا هذا الدماغ هم من الاعلى لمريض الزهايمر، شلون بدت يبدا يفرغ يصير فارغ الدماغ، يعني هاي المناطق كلها يعني تلفت بالكامل. زين، شنو الاسباب؟ هذا سؤال لحد الان العلم ما يقدر يجاوب عليه. واحد يقول وراثه، طفرات وراثيه تحدث، أبوه صار بيه هو صار بيه، ماكو دليل قاطع، أكو أدلة بس مو قوية وما تقدر تقول هذا دليل قاطع. أكو نظريات ثانية تقول هو خلل بالجهاز المناعي ويبدي يهاجم الدماغ ويبدي يسوي تلف الهائل، يعني هو الجهاز المناعي نفسه يبدي يهاجم خلايا من الجسم بالدماغ ويدمرها. وأكو أيضا فالتحليل يقول هو واحد يعني من مخلفات العولمة، اللايف ستايل مال الناس بدا يتغير، بدات ياكلون فد انواع مال التغذيه، فبدات تترسب بادمغتهم رصاص ونحاس ومعادن اخرى تسبب تلف للخلايا الدماغيه. زين، شلون احنا نشخص مرض الزهايمر؟ عاده من تبدي الاعراض عند المريض ويروح للطبيب يحيل الى نوعين من الفحوصات. الطريقه الاولى انه ناخذ عينه من سائل النخاع الشوكي من اسفل الظهر مثل ما تشوفون هنا بالصوره، هاي طريقه خطره ومؤلمه، ومرات إذا صار خطأ بالتكنيك ممكن تسبب شلل للمريض. أو طريقة ثانية أن نسوي فحص التصوير الدماغي، يعني نسميه بالعراق المفراس مثلا، واحد من عدهن، ونشوف نسوي مقطع عرضي مثل هاي الصورة ونشوف إذا أكو مناطق تالفة لو لا، نقدر نشخص هذا المريض بزهايمر لو لا. المشكلة بهذا الفحص يكون مكلف، يعني بأوروبا يوصل مرات للألف يورو سعره، حتى هنا بالعراق يعني مرات يوصل 250 ألف دينار سعره، فد رقم مو قليل لهواي من الناس. فاحنا هسه مرض الزهايمر ويا واقع انه عندنا فحص يا اما خطر ومؤلم وفحص ثاني كلش مكلف، وذول اثنينهم معا بهم فد مشكله انه هم دائما
احنا المشكله نواجهها مرض الزهايمر دائما نوصل متاخرين للمرض. شلون يعني؟ يعني المريض من يجي للطبيب وبادي يعد الاعراض ويبدي يسوي هاي الفحوصات، يكون الدماغ اوريدي بعد صاير بيه شرنكج حجمه صغر، المناطق المسؤوله عن الذاكره تلفت، ماكو اي شانس انه انت تعالج المرض. هاي المشكله اللي احنا نواجهها ويا مرض الزهايمر. فشفنا انه احنا محتاجين فحص بسيط ومو مكلف، ودائما يجيك الجواب من تبحث على هيك نوعيه من الفحوص، هي فحوص الدم دائما تكون اسعارها مو مرتفعه نسبيا مقارنه بالتصوير الدماغي، وايضا سهل انه تاخذ عينات، وايضا اكو فرصه انه تكون بها فحص مبكر مثل ما هسه راح احكي لكم. زين، اجينا انا والمشرف مالتي بالفريق العمل مالتنا بالمستشفى التعليمي بجامعه بون الالمانيه، اجينا نريد نشوف شنو الامكانيه انه نسوي هيك فحص. لقينا على مدار 30 سنه الفاتحه عشرات بل جوز المئات من المجاميع البحثيه مشتغله على هذا الموضوع بس كلها فاشله. ماكو لحد الان عندنا فحص بالدم لمرض الزهايمر. زين، فاذا احنا لازم شو نسوي؟ لازم شوي نطلع خارج الصندوق، لازم نجيب فكره شويه مجنونه غريبه جديده ما حد مجربها قبل. وجدت الفكره بذاك الوقت اللي يعني رسينا عليها انه نسوي عمليه مزاوجه بين خوارزميات الذكاء الاصطناعي اللي هي معتمده على اساس رياضي بحث، ندمجها ويا القراءات الطبيه القائمه على اساس بيولوجي بحث. زين، بقتها يعني شنو هسه احنا بدنا نحكي؟ يعني نجمع قراءات، نجيب مرضى ونخليهم يتبرعون لنا بالدم وناخذ الدم ونسوي مجموعه فحوصات مختبريه، وهاي البيانات اللي نطلعها نبدا نحللها بالخوارزميه. وبقتها انا طلبت يعني من المشرف مالتي انه نسوي القراءات كلها مرتبطه بالجهاز المناعي. ليش؟ لان الجهاز المناعي بطبيعته بيفت خاصيه انه مرات يتنبأ بحدوث الاشياء قبل حدوثها بالجسم. يعني الجهاز المناعي مرات يتحسس اكو مرض راح يصير، اكو بوادر فد مرض راح يصير، يبدي يشتغل على هالاساس، يهيئ نفسه، يبدي يفرز فد انواع مال الافرازات، يبدي يصنع انواع مال خلايا من كريات الدم الابيض بعدد اكبر. فهذا يعطينا تشانس اذا وظفنا الجهاز المناعي يعطينا تشانس انه نستكشف المرض بوقت مبكر، لان انا مستعجلت احنا دائما نوصل متاخرين للمرض. زين، فهاي كانت الفكره، صارت الفكره مكتمله الجنون. جينا نريد نطبقها. أن تأتي بفكرة خلاقة شيء صعب، بس الأصعب منه أن نطبقها على الواقع. فبدينا بالمرحلة الأولى نجمع بيانات من المرضى، جبنا مرضى وأيضا ناس أصحاء تبرعونا بدم بوقتها بالمستشفى وجمعنا بياناتهم. جمعنا شنو اللي نقدر نجمعه؟ لكل مريض واحد جمعنا أكثر من 400 قراءة. شو تضمن؟ تضمن تغييرات الخارطة الوراثية، استخدمنا في التكنولوجيا اسمها RNA extraction تحلل لك الDNA، فجمعنا شكو طفرات وراثيه موجوده عند ذول الاشخاص، اعداد انواع مختلفه من كريات الدم البيض مثلا جمعناها، الافرازات مال الجهاز المناعي جمعناها لحد ما عبرنا هذا الرقم ال 400 اللي قلت عليه. جمعنا، انتهينا بجداول ضخمه مثل ما تشوفون، هذا الشريط بالاعلى هذا عباره عن جدول لكل سطر من عنده يمثل مريض واحد وامامه فد 400 500 قراءه. انتهينا بجداول ضخمه، كلفنا تقريبا 3 إلى 3.5 سنين حتى نجمع كل هاي البيانات. بالمرحله اللي وراها اجينا لمرحله انه نريد نحلل هاي البيانات بالخوارزميات. هنا حتى تكون الفكره يعني شويه واضحه لكم، اريد اضرب مثال بسيط حتى تفتهمي شلون جاي تشتغل الخوارزميه، وان كان انا يعني مو اختصاصي بس اضطريت اتعلم جزء من هاي الاشياء بدراستي بالدكتوراه، فاحاول اشرحها بطريقه مبسطه. انت تخيل نفسك عندك تريد تبني خوارزميه تتنبأ لك من خلال صورة وجه الشخص هل هذا مدخن أم لا. شو تسوي؟ تجيب صور مال 100 شخص مدخنين وتعرضهم على الخوارزمية وتقول هذول ناس مدخنين. تبدأ الخوارزمية تبدأ تدور على مشتركات بين ذول الأشخاص، تشوف مثلا كلهم سنونهم صفر، مثلا أكو هالات سوداء داير مداير عيونهم، خشمهم بيفت في صفة معينة بسبب الدخان أو شيء، وهكذا تبدأ الخوارزمية تبني يسموها البريدكشن رولز، قواعد التنبؤ، قواعد من خلالها تقدر تتنبأ حتى بعدين من تجيب لها صورة مال شخص مجهول من ناحية التدخين هل هو مدخن أو لا، الخوارزمية تجاوبك يقول لك مثلا هذا مدخن أو لا. من خلال هاي القواعد اللي تبنيها الخوارزمية تسوي تريننج للخوارزمية على مدار فد وقت معين، من تكتمل الدقة مالتها تبدأ تعرض عليها الداتا. نفس الشيء احنا سويناه تقريبا، جبنا هاي البيانات مال المرضى، بلغنا الخوارزمية انه هذول مرضى، بدأت هي تباوع بالبيانات، تحاول تلقى مشتركات، تبحث على في شيء يسموه سيجنتشر اوف ديزيز، تدور على بصمه المرض وتجمع.
خلال 7 أشهر ظلينا نطور بالخوارزمية. طبعاً هذا موضوع مو معقد، لازم موضوع جداً معقد، لازم تلقى في الخوارزمية تقدر تستوعب كل هاي البيانات وأيضاً نوعيتها، لأن أنت عندك نوعية بيانات طبية. قدرنا خلال 7 أشهر أن نطور خوارزمية. هاي الخوارزمية كانت تمتاز بقضية أنه هي تحتاج فقط 3 أيام للتدريب. قبل شوية شفتوا بالتوك مال عبد الله حكى أنه مرات حتى تدرب الخوارزمية تحتاج فترات طويلة. فثلاث أيام وقت جدا قياسي لهيك كمية من البيانات إنه تدرب بها الخوارزمية. الأهم من هذا، هذا مو موضوعنا، هذا في شيء سايد ستوري. الأهم من هذا كله، الخوارزمية وصلت مرحلة الدقة تشخيصها كانت 91%. يعني جاي نحكي على هامش خطأ 9%، إنه هي تقول لك هذا المريض بيزهايمر أو لا من خلال بياناته اللي تأخذها من الدم. والأهم من هذا كله بعد، حكيت على مساء على موضوع التنبؤ، لأن احنا حكينا انه جهاز المناعة يقدر يتنبأ. قدرنا نجمع بيانات انه الخوارزمية تقدر تتنبأ بالشخص انه راح يصير عنده زهايمر بعد 10 سنوات، وهذا كان فشي جدا روعة وريفوليوشنري بوقته من 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 قدمناه للمجاميع البحثية الاخرى. هذا الموضوع كله، يعني طريقة استخلاص هاي البيانات اللي جمعناها بالمختبر، على الخوارزمية اللي طورناها، طريقة التدريب، طريقة التشخيص، قدرنا كلها نقدمها كملف ل هيئة الملكية الفكرية وبراءة الاختراع الأوروبية. كان يوم جدا سعيد، يوم فتحت صندوق البريد بيت هناك بألمانيا وشفت رسالة من عندهم انهم قبلوا الملف وقدروا انهم يعتمدون هاي الطريقة كطريقة فريدة لتشخيص مرض الزهايمر. وأمنا انه قريبا ان شاء الله تسمعون فد منتج لهذه الطريقة لتشخيص مرض الزهايمر كطريقة تساعد ملايين الناس حول العالم. هاي باختصار شديد جدا قصة رحلتي للدكتور لدراسة الدكتوراه بألمانيا. وأريد يعني هسه بالنهاية أختم بهاي الصورة، أوجه من خلالها رسالة. هاي الصورة جمعتني أنا والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وهاي وزيرة الصحة وياها، وزيرة الصحة الألمانية، كانوا زائرين وجاي يحتفون بينا. وأريد أحكي على موضوع البحث العلمي. باحثين العراقيين أبطال ترى، ويوميا عندنا هنا زملاء بالجامعات العراقية هنا موجودين، يعني ينتجون بحوث صدقونا ممكن تغير العالم. بس الموضوع انه انا من هاي الصوره اشوف نظره الفرح والفخر على وجه ميركل من دا تحكي وجاي تحتفي هي باحث عراقي اللي هو اني، وشوف لو احنا لو نهتم شويه بالبحث العلمي بالعراق صدقونا ممكن نطور الصناعه ونقدر نخرج من بوتقه الاقتصاد الريعي المقيت. شكرا لكم.